الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. وبعد الشرح والحديث. نعم، الشرح شرح الحديث الأخير. صلى الله عليك. حديث أكرمة. نعم، حديث أكرمة. نعم، صلى الله عليك. قال قوله الذين ملكت أيمانكم، يعني العبيد والإماء. قبلها ابن عباس يأمر به بالإذن. قال ابن عباس: إن الله حليم رحيم بالمؤمنين ويحب الستر. هذا من تمام الحديث. يعني ابن عباس يأمر بالإذن جاريته أيضا، وربنا من حاتم. نعم، عن ابن عباس يأمر به وروايته كمان ابن عباس مذكورة خرج ابن أبي حاتم أيضا، وهذا لفظه. قال ابن عباس يأمر بهذا، يكون هذا تابع الحديث السابق. طيب، قول هنا ربنا أبي حاتم من حديث إسماعيل بن مسلم عن عبد الدينار عن عطاء بن أبي رباح، الحديث الأول. ابن عباس قال: قلب الشيطان الناس على ثلاث آيات فلم يعمروا بهن: يا أيها الذين آمنوا بالآخرة، وإسماعيل المسلم ضعيف. قال ابن كثير بتفسير: يعني ما يصح هذا، إذا كان إسماعيل المسلم ضعيف معناه ما يصح هذا عن ابن عباس، قل غلب الشيطان الناس على ثلاث فلم يعملوا بهن. نعم، يكون ضعيف. طيب، قوله الذين ملكت. نعم، صلي. قوله الذين ملكت أيمانكم، يعني العبيد والإماء. قوله والذين لم يبلغوا الحلم منكم من الأحرار، وليس المراد منهم الأطفال الذين لم يظهروا على عورات النساء، بل الذين عرفوا أمر النساء ولكن لم يبلغوا. قوله ثلاث مرات، أي في ثلاثة أوقات. من قوله من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، يريد المقيل. قوله ومن بعد صلاة العشاء، وإنما خص هذه الأوقات لأنها ساعات الخلوة ووضع الثياب. حلوة. حسنا، لأنها ساعات الخلوة ووضع الثياب، فربما يبدو من الإنسان ما لا يحب أن يراه أحد من العبيد والصبيان، فأمروا بالاستئذان في هذه الأوقات، وأما غيرهم فليستأذنوا في جميع الأوقات. قوله ثلاث عورات لكم، أو ثلاث عورات لكم، سمى هذه الأوقات عورات لأن الإنسان يضع فيها ثيابه فيبدو عورته، كذا في معالم التنزيل. قوله ليس عليكم ولا عليهم، أي المماليك والصبيان، قوله جناح في الدخول عليكم بغير استئذان. قوله بعدهن، أي بعد الأوقات الثلاثة. قوله طوافون عليكم، أي هم طوافون عليكم للخدمة. قال في تفسير الجلالين: وآية الاستئذان قيل منسوخة وقيل لا، ولكن تهاون الناس في ترك الاستئذان. كيف الاستئذان منسوخة؟ كيف منسوخة بأي شيء؟ سيأتي. ما الذي نسخها؟ صاحب الجلالين يقول منسوخة ولا ذكر الناس. منسوخة بأي شيء؟ قال حصل عليك. قال ابن سيأتي طيب سيأتي تكمل. حصل عليك. قرأ القعنبي. قرأ القعنبي هو عبد الله بن مسلمة. قوله ليس لبيوتهم ستور، جمع ستر بالكسر بمعنى الحجاب. قوله ولا حجال، جمع حجلة بفتحتين، وهي بيت كالقبة يستر بالثياب يجعلونها للعروس، كذا في فتح الودود. وفي بعض النسخ ولا حجاب بالموحدة مكان اللام. يعني هذا كان الناس يقول ليس لبيوتهم ستور ولا حجاب، فربما دخل الخادم أو الولد أو يتيمة الرجل ورجع على أهله، فأمر الله بالاستئذان بتلك العورات الثلاث، فجاءهم الله بالستور والخير، فلم أرى أحد يعمل بذلك بعده. طيب، كامل. والرجل قوله والرجل على أهله، الواو للحال. قوله فلم أرى أحد يعمل بعد ذلك بذلك بعد بالضم، أي بعدما جاءهم الله بالستور والخير. وقال الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره تحت قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين، إلى آخره. هذه الآيات الكريمة اشتملت على استئذان الأقارب بعضهم على بعض، وما تقدم في أول السورة فهو استئذان الأجانب بعضهم على بعض، فأمر الله تعالى المؤمنين أن يستأذنهم خدمهم مما ملكت أيمانهم وأطفالهم الذين لم يبلغوا الحلم منهم في ثلاثة أحوال: من قبل صلاة الغداء، لأن الناس إذ ذاك يكونون نياما في فرشهم، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة،
أي في وقت القيلولة، لأن الإنسان قد يضع ثيابه في تلك الحال مع أهله، ومن بعد صلاة العشاء لأنه وقت النوم، فيؤمر الخدم والأطفال ألا يهجموا على أهل البيت في هذه الأحوال، لما يخشى من أن يكون الرجل على أهله أو نحو ذلك من الأعمال. ولهذا قال: ثلاث عورات لكم، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، أي إذا دخلوا في حال غير هذه الأحوال فلا جناح عليكم في تمكينكم إياهم ولا عليهم إن رأوا شيئا من غير تلك الأحوال، لأنه قد أذن لهم في الهجوم، ولأنهم طوافون عليكم، أي في الخدمة وغير ذلك. انتهى كلامه. وهذا الأطفال والصبيان، أما غيرهم البالغون جميع الأوقات يمر بالاستلام. هذا في الأطفال والصبيان. نعم، صلى الله عليك. ورواية عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما المذكورة أخرجها ابن أبي حاتم. عكرمة يعني هو حديث هذا. نعم، ليس كذلك؟ نعم حديث الباب يعني. نعم، أخرجها ابن أبي حاتم أيضا وهذا لفظه: حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا سليمان بن بلال عن عمرو بن أبي عمرو وعن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلين سألاه عن الاستئذان في ثلاث عورات التي أمر الله بها في القرآن، فقال ابن عباس: أن الله ستير يحب الستر. فقال ابن عباس: إن الله ستير يحب الستر. كان الناس ليس لهم ستور على أبوابهم ولا حجال في بيوتهم، فربما فاجأ الرجل خادمه أو ولده أو يتيمه في حجره وهو على أهله، فأمرهم الله أن يستأذنوا في تلك العورات التي سمى الله، ثم جاء الله بعد بالستور فبسط الله عليهم الرزق، فاتخذوا الستور واتخذوا الحجال، فرأى الناس أن ذلك قد كفاهم من الاستئذان الذي أمروا به. انتهى. قال ابن كثير: وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس رضي الله عنهما. انتهى. قال أبو داود: هذه العبارة حديث عبيد الله وعطاء يفسر هذا الحديث. العبارة يفسر. نعم. صلى الله عليه. قال أبو داود: هذه العبارة إلى قوله يفسد هذا الحديث لم توجد في أكثر النسخ. قوله حديث عبيد الله ابن أبي يزيد الذي تقدم ونص على الاستئذان، وكذا حديث عطاء عن ابن عباس الذي تقدم أيضا يفسد بالدال المهملة من الإفساد أي يضعف. هذا الحديث أي حديث عكرمة عن ابن عباس وكذا ضعفه المنذري أيضا كما سيجي. ووقع في بعض النسخ يفسر هذا الحديث من التفسير آخره راء مهملة ولا يظهر معناه، والله أعلم. والجمع بين الروايتين لابن عباس ممكن، بحيث أن الإذن إذا لم يكن في البيت حجاب وستر، وعدم الإذن إذا يكون في البيت حجاب وستر، والله أعلم. مثل ما سبق يعني الحديث الأول هذا محمول على عدم وجود الحجاب والستر، والحديث الثاني كلمة يعني حديث عطاء وحديث الأول وحديث بيت الله هذا محمول على أي شيء؟ على عدم وجود الحجاب والستر. وحديث عكرمة عن ابن عباس محمول على وجود الحجاب والستر، فيتفق ولا فيختلفان ولا يختلفان. ويمكن قال يفسر الحديث أنه يفسر هذا، أن حديث ابن عباس مفسر للحديث السابق، لأن حديث ابن عكرمة عن ابن عباس فيه دليل على أنه إذا وجد الحجاب والستر فلا استئذان، والحديث السابق فيها الاستئذان لأنه لم توجد الحجاب والستر. عندنا الكلمة تفسر ممكن فهمها على هذا. نعم. خلو كامل نشوف. حصل عليك. قال الحافظ المنذري قال بعضهم: هذا لا يصح عن ابن عباس، هذا آخر كلامه. نعم. قال الحافظ المنذري. قال بعضهم: هذا لا يصح عن ابن عباس، هذا آخر كلامه. وليس فيه ما يدل على أن عكرمة سمعه من ابن عباس. وفي إسناده عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب بن عبد الله بن حنطب، وهو وإن كان البخاري ومسلم احتج به، فقد قال ابن معين لا يحتج بحديثه، وقال مرة ليس بالقوي وليس بحجة، وقال مرة مالك يروي عن عمرو بن أبي عمرو وكان يضاعف. انتهى. وقال الحافظ في الهدي الساري مقدمة فتح الباري: عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب من صغار التابعين، وثقه أحمد وأبو زرع وأبو حاتم والعجلي، وضعفه ابن معين والنسائي وعثمان الدارمي لروايته عن كلمة حديث البهيمة،
وقال العجلي أنكروا عليه حديث البهيمة، يعني حديثه عن عكرمة عن ابن عباس من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة. وقال البخاري لا أدري سمعه من عكرمة أم لا. وقال أبو داود ليس هو بذاك حدث بحديث البهيمة. وقد روى عاصم عن ابن أبي رزين عن ابن عباس ليس على من أتى بهيمة حد. وقال الساجي صدوق إلا أنه يهم. قال الحافظ لم يخرج له البخاري من روايته عن عكرمة شيئا، بل أخرج له من روايته عن أنس 4 أحاديث، ومن روايته عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما حديثا واحدا، ومن روايته لم يخرج البخاري له من روايته عن عكرمة شيئا. لم يخرج البخاري من روايته، نعم، بل أخرج له من روايته من روايته عن أنس 4 أحاديث، ومن روايته عن سعيد بن جبير عن ابن عباس حديثا واحدا، ومن روايته عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه حديثا واحدا، واحتج به الباقون أي من الأئمة الستة. انتهى. احتج به صديق واحتج به الباقون أي من الأئمة الستة. احتج بأي شيء؟ بالراوي. بالراوي عكرمة، من روايته عن عكرمة، يعني عمرو بن أبي عمرو. عمرو بن أبي عمرو. ليش عمرو بن عمرو؟ بل أخرج من روايتي عن أنس 4 أحاديث، ولا كان في عكرمة ولا عمرو بن عمرو. عمرو المقصري. طيب وش عندك يا عم؟ أحسن عليكم، في كلام ابن القيم في زاد المعاد، هذا اللي عندنا تحت. لا ولا هذا زاد. زاد المعاد أحسن عليكم. نعم في زاد المعاد أحسن عليكم. عن إيش؟ ذكر هذا الحديث وغيره. ذكر حديث ابن عباس هذا وغيره. طيب ابن القيم على أي شيء؟ على الباب الذي يليه. هذا الباب اللي بعده، باب السامع. نعم شكرا. أحسن عليك. قال ابن القيم رحمه الله: فصل. وأما الاستئذان الذي أمر الله به المماليك ومن لم يبلغ الحلم في العورات الثلاث قبل الفجر ووقت الظهيرة وعند النوم، فكان ابن عباس رضي الله عنهما يأمر به ويقول: ترك الناس العمل به. فقال الطائفة: الآية منسوخة ولم تأتي بحجة. وقال الطائفة: أمر ندب وإرشاد لا حتم وإيجاب، وليس معها ما يدل على صرف الأمر عن ظاهره. وقال الطائفة: المأمور بذلك النساء خاصة، وأما الرجال فيستأذنون في جميع الأوقات، وهذا ظاهر البطلان، فإن جمع الذين لا يختص المؤنث، وإن جاز إطلاقه عليهن مع الذكور تغليبا. نعم. وإن جاز إطلاقه عليهن مع الذكور تغليبا. وقال الطائفة: عكس هذا، إن المأمور بذلك الرجال دون النساء نظرا إلى لفظ الذين في الموضعين، ولكن سياق الآية يأباه فتأمله. وقال الطائفة: كان الأمر بالاستئذان ذلك الوقت للحاجة ثم زالت، والحكم إذا ثبت بعلة زال بزوالها. فروى أبو داود في سننه أن نفرا من أهل العراق قالوا لابن عباس: يا أبا عباس، كيف ترى هذه الآية التي أمرنا فيها بما أمرنا ولا يعمل بها أحد؟ يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم. فقال ابن عباس: إن الله حكيم رحيم بالمؤمنين، يحب الستر، وكان الناس ليس لبيوتهم ستور ولا حجاب، فربما دخل الخادم أو الولد أو يتيمة الرجل والرجل على أهله، فأمرهم الله بالاستئذان في تلك العورات، فجاءهم الله بالستور والخير، فلم أرى أحدا يعمل بذلك بعد. اللي هو حديث الباب. نعم حسنا. قال: وقد أنكر بعضهم ثبوت هذا عن ابن عباس، وطعن في عكرمة ولم يصنع شيئا، وطعن في عمرو بن أبي عمرو، وقد احتج به صاحب الصحيح، فإنكار هذا تعنت واستبعاد لا وجه له. وقال الطائفة: الآية محكمة عامة لا معارض لها ولا دافع، والعمل بها واجب وإن تركه أكثر الناس. والصحيح أنه إن كان هناك ما يقوم مقام الاستئذان من فتح باب فتحه دليل على الدخول، أو رفع ستر، أو تردد الداخل والخارج نحوه، أغنى ذلك عن الاستئذان. والصحيح أنه إن كان هناك ما يقوم مقام الاستئذان من فتح باب فتحه دليل على الدخول، أو رفع ستر، أو تردد الداخل والخارج ونحوه، أغنى ذلك عن الاستئذان، وإن لم يكن ما يقوم مقامه فلا بد منه، والحكم معلل بعلة قد أشارت إليها الآية، فإذا وجدت وجد الحكم، وإذا انتفت انتفى، والله أعلم. ما هي الآية؟ ما هي العلة في الآية؟ 3 عورات لكم، ليس عليكم ولا عليهم بعدهن
طوف عليكم، يعني مثل ما سبق، مثل ما قال ابن عباس، جاء الله بالستر والخير فلم يعمل الناس بها. وقبل ذلك ليس الناس ستار ستر وحجال، فوجب عليهم العمل بها. هذا هو يعني الضابط. ها والبقيم ذكر يمكن أكثر من ستة ذكر المقيم. فالمقصود أن الحمد لله يعني الآن الأمر واضح له، والآن الناس يعملون بها، الآن يغلقون الناس الأبواب ولا حاجة إلى الاستدان، أغلق الباب، لو كسر الباب ما دخل. فحصل مقصود معلم بعلة، العلة معروفة، ها حتى لا يطلع على الأوراث، وإذا أغلق الباب خلاص ما يطلع على الأوراث. نعم سم بعد. صلى عليك. أبواب السلام في إفشاء السلام. أبواب السلام باب في إفشاء السلام. نعم. حدثنا أحمد بن أبي شعيب قال حدثنا زهير قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح يرحمكم الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على أمر إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه. البخاري نعم عندي أخرجه مسلم ما ذكر البخاري النسخة هذه الحديث الذي بعد. نعم أخرجه مسلم والترمذي وابن ماجه هذا الحديث الذي بعد. طيب الحديث صحيح، قول والذي نفسي بيده هذا قسم من النبي صلى الله عليه وسلم، وكثيرا ما يحلف والذي نفسي بيده، وفيه إثبات اليد لله عز وجل، وفيه أن هذا قسم معروف والذي نفسي بيده، وفيه دل على أن نفس العباد كلها بيد الله، كما قال علي رضي الله عنه لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وفاطمة وقال لهما ألا تقومان تصليان، قال علي أنفسنا بيد الله، إن شاء ردها. فرجع عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يضرب يده بفخذه ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، ويقرأ وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، أنفسنا بيد الله. إذا الأنفس الناس كلها بيد الله، ولهذا النبي كثيرا ما يحلف والذي نفسي بيده، وفيه إثبات اليد لله تعالى، وفيه أن السلام من أسباب دخول الجنة، لأنه دليل على الإيمان، دليل على المحبة، والمحبة دليل على الإيمان، والإيمان شرط في دخول الجنة. فدل على أن السلام من أسباب دخول الجنة، والذي نفسي بيده لا تخرجون حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على أمر إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام. إذا نفسي السلام دليل على المحبة، والمحبة دليل على الإيمان، والإيمان شرط في صحة دخول الجنة. الشاعر يقول ولعله أن النهي قد يراد به النفي، عامة حذف النون، لا تدخلون الجنة أو لا تدخلوا، هل لا نافية ولا ناهية؟ نعم في نسخة المنذري لا تدخلون بإثبات النون، وكذا في رواية مسلم لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، وفي هذه الرواية حتى تؤمنوا، والشرح كذا عامة النسخ بحذف النون، ولعل وجه أن النهي قد يراد به النفي كعكسه المشهور عند أهل العلم. المشهور عند أهل العلم أن النهي قد يراد به النفي لا العكس، النفي قد يراد به النهي، لكن النحو هنا شعيب قال الله سليك قوله لا تدخل ولا تؤمن كذا وقع عند أبي داود في أكثر المصادر بحذف النون، والجادة إثباتها لأن لا هنا حرف نفي لا نهي، وقالوا حذفت النون للتخفيف، وقد جاءت رواية بإثباتها في مسند أحمد. لا يقول حتى في مسلم يقول الشارع وكذا في رواية مسلم المنذري لا تدخلون بإثبات قال القاري لعل حذف النون للمجانسة والازدواج حتى تحابوا
لاحظ إحدى التعايد، أي حتى يحب كل منكم صاحب، أفشوا السلام عليكم أن يظهروا، والمراد رسل السلام بين الناس ليحلوا سنته. قال النووي أقله أن يرفع صوته بحيث يسمع المسلم عليه، فإن لم يسمعه لم يكن آتيا بالسنة. نعم، فيها مشروعية إفشاء السلام، وأنه ينبغي السلام، ومن من العلامات التي ذكرها أنه قال أن تسلم على من عرفت، من خصال الإيمان أن تسلم على من عرفته ومن لم تعرف، هذا من خصال الإيمان، من الإيمان. وهم فإفشاء السلام مطلوب، وهم من خصال التوحيد والإيمان، ومن أسباب المحبة، وهو دليل على الإيمان الذي هو شرط في دخول الجنة. طيب، حديث بعدنا. في مسلم ذكر روايتين كلها لا تدخلون بالنون. لا تدخلوا. وفي رواية لا تدخلون. عند مسلم الروايتان بإثبات النون. الشارح يقول كذا أثبت بإثبات النون، وكذا في رواية مسلم. نعم، بعد حديث بعد. صلى الله عليك. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه. أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه. نعم، طيب، إذا الحديث صحيحين وفيها أن إطعام الطعام وإفشاء السلام من خصال الإسلام، هي الإسلام خير. قال تطعم الطعام وتقرأ السلام، إفشاء السلام وإلقاء السلام على مرتبة لا تعرف، هذا من خصال الإسلام، وكذلك إطعام الطعام. أي الإسلام خير، أي خصال الإسلام خير. قال تطعم الطعام تقديره أن تطعم الطعام، فلما حذف أن رجع الفعل مرفوعا، ويمكن أن يكون خبرا معناه الأمر. تطعم الطعام خبر معناه الأمر، ويمكن أن تكون أن حذفت تخفيفا. قال القارئ على من عرفت وعمل لم تعرف. قال نووي تسلم على من لقيته، ولا تخص بذلك بمن تعرف، وفي ذلك إخلاص العمل لله واستعمال التواضع وإفشاء السلام الذي هو شعار هذه الأمة. هذا كلام المنذري، هذا كلام نووي. قال الشارح قلت وتخصيص السلام بمن يعرف من أشراط الساعة، كما جاء في الحديث رواه الطحاوي وغيره عن ابن مسعود ولفظ الطحاوي إن من أشراط الساعة السلام للمعرفة. اللهم استعان. وهذا أيضا وقع فيه في هذا الزمن، كثير من الناس ما يسلم على من يعرف. صلى الله عليك. قلتم على هذا الحديث، في هذا الحديث دليل على أن الإسلام تتفاوت أعماله. تفاوته. قلتم في هذا الحديث دليل على أن الإسلام تتفاوت أعماله. وأن الإسلام له خصال، وأن من خير خصاله إطعام الطعام وإفشاء السلام. فإذا كنت في بلاد الإسلام فألق السلام على من عرفت ومن لم تعرف، فالأصل أنه مسلم، إلا إذا كان الأكثر غير مسلمين فنعمل بالأغلب، ولكن في بلاد الإسلام الأصل أنه مسلم، فلا تنتقل عن هذا الأصل إلا بيقين، وإذا أيقنت أنه غير مسلم فلا تبدأه بالسلام. وأما المصافحة فشيء زيادة على السلام، وهي من أسباب حط الذنوب والخطايا. أما المصافحة فشيء لعلها زائد أو زيادة على السلام. نعم. وهي من أسباب حط الذنوب والخطايا. نعم. وفيه أنه إذا أطلق الإسلام فقد دخل فيه الإيمان، كما أن الإيمان إذا أطلق دخل فيه الإسلام، لكن إذا اجتمع اختص الإسلام بالأعمال الظاهرة واختص الإيمان بالأعمال الباطنة، كما في حديث جبريل الطويل.
طيب إلى آخر. طيب قال كلام المقيم، قال الشيخ زين المقيم صلى الله عليك، قال ابن القيم رحمه الله: وقد أخرج في الصحيحين عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا بعيادة المريض، واتباع الجنائز، وتشميت العاطس، ونصر الضعيف، وعون المظلوم، وإفشاء السلام، وإبرار القسم. وفي جامع الترمذي عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس، أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. عندك وصلوا الأرحام؟ نعم. ساكت عندي. طيب. قال الترمذي: حديث صحيح. وفي الموطأ بإسناد صحيح عن الطفيل بن أبي كعب أنه كان يأتي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فيغدو معه إلى السوق، قال: فإذا غدونا إلى السوق لم يمر عبد الله على سقاط ولا صاحب بيعة ولا مسكين ولا أحد إلا سلم عليه. قال الطفيل: فجئت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يوما فاستتبعني إلى السوق، فقلت له: ما تصنع بالسوق وأنت لا تقف على البيع ولا تسأل عن السلع ولا تسوم بها ولا تجلس في مجالس السوق وأقول: اجلس بنا ها هنا نتحدث؟ فقال: يا أبا بطن، وكان الطفيل ذا بطن، إنما نغدو من أجل السلام، نسلم على من لقيناه. قال: وأقول اجلس بنا هنا نتحدث. قال: فقال لي عبد الله بن عمر: يا أبا بطن. طيب انتهى؟ يعني بس ساق الحديث. طيب الحديث اللي بعده. صلى الله عليك. باب كيف السلام. حدثنا محمد بن كثير قال: حدثنا جعفر بن سليمان عن عوف الأعرابي عن أبي رجاء عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليكم، فرد عليه السلام ثم جلس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عشر. ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله، فرد عليه فجلس فقال: عشرون. ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فرد عليه السلام فجلس فقال: ثلاثون. قال المنذري: واخرجه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي: حسن غريب من هذا الوجه. الأول: السلام عليكم عشر، السلام ورحمة الله عشرون، ورحمة الله وبركاته ثلاثون، يعني فيها هذا الحد. جاء في زيادة ومغفرة ومرضاته، لكن في صحتها نظر. أظن تكلم أظن عاش الباقي قال أظن لا تثبت. طيب إيش قال علي الشعيب؟ قال: إسناده قوي. فرد، قول فرد أي النبي صلى الله عليه على ذلك الرجل: عشرون، يعني له عشر حسنات أو كتب له وحصل لها عشر، وكذا التقدير في قول عشرون وقول ثلاثون. إذا الحديث صحيح وفيه أن مسلم بين هذه الأجور الثلاثة، إما عشر وإما عشرون وإما ثلاثون، فإن اقتصر على قول السلام عليكم فله عشر حسنات، وإن زاد ورحمة الله فله عشر حسنات، وإن زاد وبركاته فله ثلاثون حسنة. هذا فضل عظيم. طيب بعده. أحسن الله إليك. حدثنا إسحاق بن سويد الرملي قال: حدثنا ابن أبي مريم ثم قال: أظن أني سمعت نافع بن يزيد قال: أخبرني أبو مرحوم عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه. زاد: ثم أتى آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته، فقال: أربعون. ثم قال: هكذا تكون الفضائل. قال المنذري في إسناده: أبو مرحوم عبد الرحيم بن ميمون وسهل بن معاذ. عبد الرحمن، أبو مرحوم عبد الرحمن. قال في الحاشية عبد الرحمن في النسخة الهندية عبد الرحمن، والظاهر أنه سبق قلم. ففي تهذيب الكمال عبد الرحيم بن ميمون المدني أبو مرحوم المعافري، وقيل اسمه يحيى بن ميمون أول أشهر. عبد الرحيم يعني؟ نعم. في إسناد أبو مرحوم عبد الرحمن بن ميمون وسهل بن معاذ لا أحتج به. وقال فيه سعيد بن أبي مريم: أظن أني سمعت نافع بن يزيد انتهى كلام منذري. سهل بن معاذ لا أحتج به. في ثالث بعد؟
فيه إسناده أبو مرحوم، هذا واحد. سعيد بن أبي مريم. نعم، ابن أبي مريم. ها؟ سعيد بن أبي مريم. الثاني، الثالث. سهل بن معاذ. إيه نعم، سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه. ها؟ سهل. ابن معاذ بن أنس. سهل معاذ أنس. سهل بن معاذ. أي الراوي عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال شعيب الله سيريك ضعيف بهذه الزيادة. زيادة. أي نعم، ومغفرته أو إيش؟ أي ومغفرته وقوله هكذا تكون فضائل، ضعيف بهذه الزيادة. أبو مرحوم هو عبد الرحيم ابن ميمون المدني، ضعفه ابن معين، وقال أبو حاتم يكتب حديثه ولا يحتج به. ابن أبي مريم هو سعيد الجمحي مولاه. إيش؟ ضعيف بهذه الزيادة. أبو مرحوم هو عبد الرحيم ابن ميمون. هو عبد الرحيم ابن ميمون المدني، ضعفه ابن معين، وقال أبو حاتم يكتب حديثه ولا يحتج به. وابن أبي مريم هو سعيد الجمحي مولاهم، وأخرجه البيهقي في الشعب من طريق أبي داود بهذا الإسناد، وأخرجه الطبراني في الكبير من طريق يحيى بن أيوب العلاف المصري عن سعيد بن أبي مريم به دون هذه الزيادة، وقال في روايته 40 بدلا من 30. وذكر الحافظ في الفتح جملة آثار ضعيفة في الزيادة على قوله وبركاته، ثم قال وهذه الأحاديث الضعيفة إذا انضمت قوية ما اجتمعت عليه من مشروعية الزيادة على إيش؟ وبركاته. من الكلام هذا؟ قال الحافظ في الفتح. إيه؟ قاله شعيب. إيه؟ جملة آثار، وذكر الحافظ في الفتح جملة آثار ضعيفة في الزيادة على وبركاته. ثم قال وهذه الأحاديث الضعيفة إذا انضمت قوية ما اجتمعت عليه من مشروعية الزيادة على وبركاته. هذا كلام الحافظ؟ نعم، هذا اختيار ابن حجر. الشيخ الألباني أظن ما يرى ثبوته حتى ولو اجتمعت. طيب، الإنسان يقتصر على وبركاته، هذا هو الثابت. نعم. ها؟ في الرد؟ طيب، يحتاج إلى دليل في الرد وفي الابتداء. ها؟ ها؟ صلى عليك. على كل حال، يعني الاحتياط لا تأخذ بها. نعم. باب في فضل ما بدأ بالسلام. نعم. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس الذهلي قال حدثنا أبو عاصم عن أبي خالد وهب عن أبي سفيان الحمصي عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أولى الناس بالله تعالى من بدأهم بالسلام. والحديث سكت عن المنذري. إيش قال هاي؟ قال إسناده صحيح. قال النووي في الأذكار وينبغي لكل أحد من المتلاقيين أن يحرص على أن يبتدئ بالسلام لهذا الحديث. وينبغي لكل أحد من المتلاقيين أن يحرص على أن يبتدئ بالسلام لهذا الحديث. ينبغي على كل إنسان يحرص كذا. ها؟ نعم. كلام الطيب. قال الطيبي أيقرب الناس من المتلاقيين إلى رحمة الله من بدأ بالسلام. طيب، الحديث اللي بعده. باب من أولى بالسلام. حدثنا أحمد بن حنبل. باب فضلي قرأناه على حسنك. ها؟ هذا الذي قرأناه. طيب، فقه الحديث. يا قول قال الطيبي أقرب الناس، يعني قوله إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام، يعني أقرب الناس. قال الطيبي أقرب الناس من المتلاقين إلى رحمة الله من بدأ بالسلام. إن أولى الناس بالله، يعني أقرب الناس من المتلاقين إلى رحمة الله من بدأ بالسلام.
كذا في المقطع. ايش قال عندك؟ زاد شعيب نقل عن النووي قال النووي في الأذكار: وينبغي لكل أحد من المتلاقيين أن يحرص على أن يبتدئ بالسلام لهذا الحديث. قال ابن رسلان: قال القرطبي: الأولى بمبادرة السلام ذوي المراتب الدينية كأهل العلم والفضل احتراما لهم وتوقيرا بخلاف ذوي المراتب الدنيوية. طيب هنا قال: أولى الإنسان أقرب الناس من المتلاقيين برحمة الله. شو عندك؟ قال ابن رسلان: قال القرطبي: الأولى بمبادرة السلام ذوي المراتب الدينية كأهل العلم والفضل احتراما لهم وتوقيرا بخلاف ذوي المراتب الدنيوية. طيب حصل عليك في كلام الشيخ الألباني عن رد عن زيارة وفضله. مغفرة ثم ضال ومغفرة خلاص يرى أنها لم تثبت. يقول الأحسن إليك: إذا بادرت المسلم بالسلام جاز لي أن أقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذا ابتدأته، لكن لا يجوز أن أزيد في الابتداء ومغفرته، لأن هذا زيارة عن الوارد لا يجوز كشأن الأوراد كلها. أما في رد السلام فكما قال تعالى في القرآن: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، فحينئذ الرد الأحسن يستوجب أن أرد على من بادرني بالسلام الكامل، فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أن أزيده فأقول ومغفرته. على هذا جاء الحديث، فينبغي أن نفرق بين الابتداء بالسلام وبين الرد للسلام، فالابتداء بالسلام ينتهي إلى وبركاته، وأما الرد على هذا السلام الكامل فيكون زيارة ومغفرته، وحينئذ الحديث يلتقي مع الآية. إيش؟ وحينئذ يلتقي الحديث مع الآية. هذا الكلام حصل عليك. قال: إذا بادرت المسلم بالسلام جاز لي أن أقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذا ابتدأته، لكن لا يجوز أن أزيد في الابتداء ومغفرته، لأن هذا زيارة على الوارد لا يجوز كشأن الأوراد كلها. إيش؟ كشأن الأوراد كلها. يقول الله أحسن إليك: إذا بادرت المسلم بالسلام جاز لي أن أقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا بادرت بادرت إذا بادرت نعم المسلم بالسلام، نعم، جاز لي أن أقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذا ابتدأته، نعم، لكن لا يجوز أن أزيد في الابتداء ومغفرته، لأن هذا زيارة على الوارد لا يجوز كشأن الأوراد كلها. أما في رد السلام فكما قال تعالى في القرآن: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، فحينئذ الرد الأحسن يستوجب أن أرد على من بادرني بالسلام الكامل، فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أن أزيده فأقول ومغفرته. على هذا جاء الحديث، فينبغي أن نفرق بين الابتداء بالسلام وبين الرد للسلام. كلام شيخ الألباني. ونقل عنه أنه تراجع عن تحسين الحديث في 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 ومغفرته، لكن لم يتراجع عن مشروعية زيارة ومغفرته في الرد على من قال مسلما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب سنفهم واجد ابتداء السلام سنة ورده فريضة، وكذلك أيضا قوله تعالى في سورة البقرة: وأن تصدقوا خير لكم وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. فإنظار المعسر سنة، إنظار المعسر سنة، والصدق عليه بإسقاط بعض الدين هذا سنة، وإنظاره إيش؟ واجب، ها، وإسقاط شيء من الدين صدقة وهو أفضل، فالصدقة من أفضل من الفريضة. في كلام ابن عبد البر على زيادة هذه في السلام ذكر الحديث في الموطأ عن ابن عباس
عن محمد بن عمرو بن عطاء أنه قال كنت جالسا عند عبد الله بن عباس أنه قال كنت جالسا عند عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فدخل عليه رجل من أهل اليمن فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ثم زاد شيئا مع ذلك أيضا قال ابن عباس وهو يومئذ قد ذهب بصره من هذا؟ قالوا هذا اليماني الذي يغشاك فعرفوه إياه قال فقال ابن عباس إن السلام انتهى إلى البركة إن السلام انتهى إلى البركة قال أبو عمر قول ابن عباس هذا أخذه من قول الله تعالى رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت روى الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال انتهوا في السلام حيث انتهت الملائكة يا أهل البيت الصالحين رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت وروى ابن جريج عن عطاء أن ابن عباس رضي الله عنهما أتاهم يوما في مجلس فسلم عليهم فقال سلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقلت عليك السلام ورحمة الله وبركاته وعفوه ومغفرته فقال من هذا فقلت عطاء فقال انتهى السلام وبركاته ثم تلا رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد هذا في عبد البر ها؟ ابن عبد البر في الاستذكار يعني عدم الزيادة طيب الحديث بعد نعم صلى الله عليك حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام أو باب من أولى بالسلام باب من أولى بالسلام نعم باب من أولى بالسلام نعم حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم الصغير على الكبير والمار على القاعد والقليل على الكثير قال المنذري وأخرجه مسلم والترمذي نعم سلم الصغير هذا هو خبر على الأمر يعني يسلم سلم الصغير هذا هو الأولى قال البطان المهلب تسلم الصغير لأجل حق الكبير لأنه أمر بتوقيره والتواضع له وتسليم القليل لأجل حق الكثير لأن حقه معظم وتسليم المار لشبهه بالداخل على أهل المنزل وتسليم الراكب لألا يتكبر في ركوبه فيرجع إلى التواضع قال ابن العربي حاصل ما في الحديث أن المفضول بنوع ما يبدأ أن المفضول بنوع ما يبدأ الفاضل هذا هو الأصل لكن إذا ترك الصغير الابتداء بالسلام وبدأ الكبير فلا بأس طيب كن حاز الأرض وكذلك المار القاعد إذا لم يسلم المار وسلم فيسلم القاعد وكذلك القليل إذا لم يسلم يسلم الكثير إذا كان المار كبيرا إيه؟ والجالس صحيح كذلك سلم الصغير والأصل المار يسلم لكن إذا ترك السلام أو سبقه هذا طيب فلا بأس طيب حديث بعده لكن هنا لو كان المار كبيرا والجالس صغيرا تعارض اثنين الآن تعارض الكبر والسن يعني المرور الحال والسن أنا أقرب المار إنسان وين سبقه الجالس الجالس سواء كان صغيرا كبيرا إن سبق فحاز الفضل نعم نعم صلى الله عليك لكن لو لم يسلم الصبيان وسلموا عليه طب طلب نعم صلى الله عليك حدثنا يحيى بن حبيب ابن عربي قال أخبرنا روح قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني زياد أن ثابتا مولى عبد الرحمن بن زيد أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم الراكب على الماشي ثم ذكر الحديث قال الراكب على الماشي والقليل على الكثير والمر على القاعد والصغير الكبير نعم قال المنذري وأخرجه الشيخان
كما سبق. يسلم خبر مع الأمر، يسلم الراكب على الماشي، ويسلم المار على القاعد، ويسلم القليل على الكثير. وإذا سلم صغير على كبير، وإذا لم يسلم هؤلاء وسلم من هو مقابلهم حاز الأجر. إذا لم يسلم الصغير وسلم الكبير حاز الأجر، إذا لم يسلم القليل وسلم الكبير حاز الأجر، إذا لم يسلم الماشي وسلمه وسلم القاعد حاز الأجر، وهكذا. نعم. باب في الرجل يفارق الرجل ثم يلقاه أي يسلم عليه. حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني معاوية بن صالح عن أبي موسى عن أبي مريم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه، فإن حالت بينهما شجرة أو جدار أو حجر ثم لقيه فليسلم عليه أيضا. قال معاوية وحدثني عبد الوهاب بن بخت عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله سواء. طيب، قال هل سكت عنه مدري؟ مش قال هاي؟ قال المرفوع إسناده صحيح. ها؟ المرفوع إسناده صحيح والموقوف رجاله ثقات، لكن جاء في بعض الروايات عن أبي داود في إسناد الحديث بين معاوية بن صالح وهو الحضرمي وبين أبي مريم وهو الأنصاري رجل اسمه أبو موسى، ولم يرد ذكره في روايتي ابن العبد وابن داس وغيرهما. إيش أعد؟ نول المرفوع إسناده صحيح. المرفوع إسناده صحيح. إذا لقي أحدهم خاف يسلم عليه، فيحس بينهما شجرة أو جدار أو حجر ثم يقف يسلم عليه، هذا مرفوع. لا، المرفوع لبعض، قال معاوية وحدثني عبد الوهاب بن بخت. هذا المرفوع. إيه، هذا موقوف على أبي هريرة. نعم. قال معاوية وحدثني عبد الوهاب بن بخت من زنا على أنا بزنا على درج. نعم، المرفوع صحيح. نعم. وهناك مرسل وموقوف. والموقوف رجاله ثقات، لكن جاء في بعض الروايات عن أبي داود في إسناد الحديث بين معاوية ابن صالح وهو الحضرمي وبين أبي مريم وهو الأنصاري رجل اسمه أبو موسى. طيب. ولم يرد ذكره في رواية ابن العبد وابن داس وغيرهما. قال المزي في تحفة الأشراف وهو أشبه بالصواب، ووافقه الحافظ ابن حجر في النكت الظراف. إيش؟ قال المزي في التحفة وهو أشبه بالصواب، ووافقه الحافظ بن حجر في النكت الظراف. وين أشبه الصواب؟ عدم ذكر. ها؟ عدم ذكر موسى. إيه. طيب. إيش بعده؟ نعم، ووافقه الحافظ بن حجر في النكت الظراف. إنه إيش؟ يعني أنه الأولى أو. عدم ذكر. عدم ذكر. نعم. ذكر أبي موسى. أي عدم ذكر أبي موسى. يكون الموقوف منقطع. نعم، يكون الموقوف رجاله ثقات، ولكن هذه الزيادة يعني لا تثبت. الزيادة بعدمها الأول. يعني زيادة الرجل، زيادة أبي موسى بين معاوية وبين أبي مريم لا تثبت. يعني بدون هذا الثلاث متصل ورجاله ثقات. نعم، رجاله ثقات إيش؟ بدون إيش؟ بدون أبي موسى. قال شعيب، يعني قال الأصيل الموقوف رجاله ثقات، لكن جاء في بعض الروايات عن أبي داود في إسناد الحديث بين معاوية بن صالح وبين أبي مريم رجل نسبه أبو موسى. هو هذا موجود. إيه؟ موجود. هذا لم يرد ذكره في روايتي ابن العبد وابن داس وغيرهما. قال المزي في تحفة الأشراف وهو أشبه بالصواب، يعني هذا موجود، ووافقه الحافظ بن حجر في النكت الظراف. قلنا، قال شعيب، ولم يرد ذكره
عندنا في نسختين ولا في مصادر ولا في مصادر تخريج الحديث. وجدنا في نسختين؟ أي لم يرد في نسختين ولا في مصادر تخريج الحديث. أي نسختين؟ التي اعتمدها في تحقيق. ها؟ التي اعتمدها في تحقيق الكتاب. قال من؟ قال شعيب. إيه. لم يرد ذكره عندنا في نسختين. تحقيق. أي نسخة ألف وهاء. ولا في مصادر تخريج الحديث. طيب. ولم يثبت أبي موسى في المتن. ها؟ في إسناد الحديث في هذه الطبعة لم يثبت أبي موسى. ما سمعها؟ نعم. أي طبعة؟ طبعة الرسالة هذه تحقيق شعيب. أخبرني معاوية بن صالح عن أبي مريم. ثم هو موقف، لكن الحمد لله يغني عنه المرفوع، المرفوع العمدة على المرفوع. نعم صلى الله عليك. ها؟ لكن طعن فيه بأن أبي موسى مقحمة. ها؟ قوله رجاله فيه لا لا يعني قد يكون ثقات ولكن السند غير متصل. نعم غير متصل. من قال بعضهم رجاله رجال الصحيح. نعم. رجال رجال الصحيح لكن لا بد من اتصال السند. صحيح. لكن صحيح. يروي على مريم. ها؟ يروي. سمعه؟ إذا لا حاجة. هذا من أثر. هنا أثبت سماع معاذ بن صالح لأبي مريم. نأخذ نحمل على اتصال بالتدريس. ظاهر الإسناد. إيه؟ ظاهر الإسناد اتصال. أخبرني معاوية ابن أبي صالح عن أبي مريم. وإذا ثبت روايته عنه فهو متصل. ها؟ ما نحن نلجأ بحكم الانقطاع. لكن شوف شوف يعني عن معاذ بن صالح هل هو هل يروي عن أبي مريم أو لا؟ صحيح موقوفا ومرفوعا. ها؟ الشيخ الألباني يقول صحيح موقوفا ومرفوعا. نعم. ان ايش المفضول؟ ايه حاصل ما في الحديث ان المفضول بنوع ما يبدا الفاضل. نعم يعني مفضول بنوع ما صغير أو قليل أو مار هذا مفضول. نعم. صلى الله عليك. ها؟ نعم. وكذلك القليل إذا سلم سلم كثير، والراكب إذا سلم سلم الماشي، والمار إذا سلم سلم قاعد حاز الأجر. نعم صلى الله عليك. وفي الباب عن قال شعيب وفي الباب عن أنس بن مالك قال كنا إذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتفرق بيننا شجرة فإذا التقينا سلم بعضنا على بعض. قال الحافظ في التلخيص رواه الطبراني بسند حسن. طيب لحظة لك. من مما نقل النبي صلى الله عليه وسلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه أنس إن رسول صلى الله عليه وسلم عند مسلم قال أنس رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبيان يلعبون فسلم عليهم. طيب فهذا أقصد يدل على أن الكبير المار. نعم. يسلم على الصغير. نعم نعم. وشو يعني بإيش إذا مثلا ما كرر السلام إذا انقطع يعني بينه وبين شيء وكذا؟ لا يعمل. نعم نعم. إذا حاس بينهم الشيخ لا بس. ها؟ ينكرون على من يكرر السلام. لا لا. حسن الله عليكم. الشيخ الألباني قال ويشهد له حديث المسيء صلاته لأنه قال فيه كل مرة يذهب يسلم يرجع فصلي يجي يسلم يأتي يسلم. نعم. يشهد قال من اللي قال هذا؟ الشيخ الألباني في تخريج الحديث. يشهد لمن؟ الحديث الباب هذا عن حديث أبي داود الحادث بينهما شجرة. ها؟ نعم نعم. الحادث بينهما شجرة أو جدار أو حجر ثم يقول السلام عليك. طيب طيب الحمد لله مشروع هذا الحمد لله. نعم لا لا دخل المسجد إذا كانوا سواء ماشيين داخلين سواء ما في حاجة السلام ما في حاجة كذا يكونوا يسلم عليك بعد الفريضة أيضا يكون سلم بعد الفريضة هو
جالسوا وياه سوا أو دخلوا جميعا ثم سلم أو يسلم على من بعدها وصلت فريضة بدعه له صلى الله عليه وسلم تقبل الله ما لزومه والسلام هذا واضح. الآن السلام عند القدوم حين تقدم، أما هذا بس سلم فريضة وياه سوا سلم عليه هذا من البدع، كون سلم عليه وتقبل الله من البدع. نعم إنما على الإنسان يشتغل بالأذكار أذكار الصلاة ولا يشتغل يشغل الناس بمد يده ويقول تقبل الله. نعم قبل تكبيرة الإحرام ها؟ كذلك ما له أصل يسلم عليه إلا إذا لقيه نعم هو السلام عن يمين أو كان لم يسلم عليه قبل ذلك. نعم السلام في نهاية الصلاة سلام على من على يمينه وعلى على يساره بس كذلك قال السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله كيف الإمام؟ لا المصلي إذا سلم عن يمينه وعن يساره فهو يسلم على من بجانبه في الصف متى يسلم؟ في نهاية الصلاة ها؟ في نهاية الصلاة تسليم بعد الفريضة؟ لا التسليم الذي هو تحليل الصلاة ها؟ التسليم الذي في نهاية الصلاة إيه؟ فيه؟ إذا قال السلام عليكم على يمينه فهو يسلم على من على يمينه إيه؟ ما يحتاج لا بس أقول هذا سنة في الصلاة هذا صلاة جزء من الصلاة ما في إشكال يعني لا يحتاج أن يسلم ها؟ يعني لا يحتاج أن يسلم عليه مرة ثانية ما يحتاج ما في شك نعم صلى عليك نعم باب في الرجل يفارق الرجل ثم يلقاه أي يسلم عليه باب في الرجل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه باب الرجل باب في الرجل عندي ما أفعل ما في فيه ما طيب. عندي لا باب في الرجل أو باب الرجل يفارق صاحبه ثم يلقاه يسلم عليه هل يسلم عليه ما عندك همزة لا لكن جعل يسلم عليه من باب السؤال يسلم عليه هل يسلم عليه يعني بحذف الهمزة والهمزة تحذف همزة السلام وتثبت لكن حصل لك اختلاف بصحة نعم ما يخالف وهذا جائز هذا جائز إثبات الهمزة وحذفها نعم قال حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني قال حدثنا الوهب قال أخبرني معاوية بن صالح عن أبي مريم عن أبي هريرة قال عن أبي موسى ما في لا ما في عن أبي موسى أخبرني معاوية بن صالح عن أبي موسى عن أبي مريم ما في عندك أبي موسى هذا قرئ صح الذي بعده بسم الله هذا قد قرئ علقنا عليه قرأناه وعلقنا عليه قبل كان لكن هذا الحديث بعده هو الحديث الثاني في طيب قال حدثنا عباس العنبري قال حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا حسن بن صالح عن أبيه عن سالمة بن كهيل عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن عمر أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مشروبة له فقال السلام عليك يا رسول الله السلام عليكم أيدخل عمر طيب وهو في مشروبة بضم الراء فثاي غرفة الغرفة المرتفعة نعم الغرفة المرتفعة مرتفعة طيب تكلم عليه ممكن قال اسناده شعيب قال اسناده صحيح الشارح ما تكلم عليه المنذري فقط تكلم في المشروبة قال المنذري وين كلام المنذري تكلم عليه المنذري إيه نعم قال هنا المشروبة بفتح الراء وضمها هي الغرفة وقال الخليل هي الغرفة وقال غيره هي كالخزانة فيها الطعام والشراب وبه سميت مشروبة وقال الخطابي هذا قد هذا كان من؟ هذا في الأصل المنذري في الأصل المنذري في الأصل إمام موجود عندنا ليس عندنا قد أخرجه النسائي هنا قال وقد أخرجه النسائي من مسند عبد الله بن عباس والصواب الأول هذا في مختصره وشرحه قال المذيع وخزن النسائي مسند هذا مسند عبد الله بن عباس والصواب الأول الصواب الأول إيش ما هو الأول طيب
ثم قال رحمه الله: وقال الخطابي هذا قد جمع الاستئذان بالسلام والإبانة عن الاسم والتعريف وهو كمال الاستئذان. إيش هذا قال شعيب؟ لا، هذا قول المنذري نقله عن الخطابي. أعد. قال: وقال الخطابي هذا قد جمع الاستئذان بالسلام والإبانة عن الاسم والتعريف وهو كمال الاستئذان. قد أبان إيش؟ وقد أبان. نعم. قد أبان إيش؟ هذا قد جمع الاستئذان بالسلام والإبانة عن الاسم والتعريف. قال. وهو كمال الاستئذان. قال عمر. أيدخل عمر؟ سلم وأبان اسمه قال أيدخل عمر. إيه. قال السلام أيدخل عمر؟ السلام هذا السلام، أيدخل هذا الاستئذان، عمر هذا الاسم، جمع الأمور الثلاثة. نعم، كلام جمع الاستئذان بالسلام والإبانة. إيه نعم، الإبانة قول عمر، الاستئذان أيدخل، والسلام السلام. نعم، كمل كلام المدير. انتهى أحسن عليك. انتهى كلام المدير؟ إيه نعم. وإيش قال علي الشعيب التخريج؟ صححه، أستاذ صحيح. قبل الصواب الأول أصدرنا من مسند عمر. مسند عمر. عن عباس. نعم، عباس. عمر ذكر. عن عباس عن عمر. قد خرج عيش. طيب. طيب شو كلام الشارع؟ قلت ولا يظهر مناسبة الحديث بالباب. ويمكن أن يقال في توجيهه بأن المؤلف أراد بهذا التبويب بيان أربع صور التسليم: باب في الرجل يفارق الرجل ثم يلقاه أي يسلم عليه. إيش مناسبة الحديث هذا؟ باب في الرجل يفارق الرجل ثم يلقاه أي يسلم عليه، ما في أن عمر لقي النبي ثم فارقه ثم لقيه. قال أتى النبي في مشروبة له فقال السلام عليك يا رسول الله، فقال السلام عليك. اقرأ. قلت كم بسرعة. قلت نعم بسرعة. ولا يظهر مناسبة الحديث بالباب، ويمكن أن يقال في توجيهه أن يقال في توجيهه أن المؤلف أراد بهذا التبويب بيان أربعة صور للتسليم. أربعة. نعم. 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 بأن المؤلف أراد بهذا التبويب بيان أربع صور للتسليم. نعم. الأول هو تسليم الرجل على الرجل تسليم اللقاء ثم مفارقته إياه ثم لقاؤه، فماذا يفعل؟ فأورد فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه دلالة واضحة على تسليم الرجل كلما لقيه، فإن حالت بينهما شجرة أو جدار أو حاجر ثم لقيه فليسلم عليه. والثاني تسليم الرجل على الرجل تسليم اللقاء ثم مفارقته إياه ثم مجيئه على باب بيته للقائه، فينبغي له أن يسلم عليه ثانيا تسليم الاستئذان. والثالث تسليم الرجل على الرجل تسليم الاستئذان فلم يؤذن له فرجع ثم جاءه ثانيا يستأذنه، فينبغي له أن يسلم عليه ثانيا تسليم الاستئذان. والرابع تسليم الرجل على الرجل تسليم الاستئذان فلم يؤذن له فرجع ثم جاءه ثانيا فيستأذنه وسلم تسليم الاستئذان فأذن له فدخل، فينبغي له أن يسلم عليه تسليم اللقاء. فعلى الصورة الثانية والثالثة والرابعة استدل المؤلف بحديث عمر رضي الله عنه، وهذا الحديث مختصر من الحديث الطويل الذي أورده الإمام البخاري في كتاب النكاح وفي كتاب المظالم ما لفظه: قال عمر: فصليت صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم مشروبة له فاعتزل فيها، فدخلت على حفصة فإذا هي تبكي، فقلت: ما يبكيك؟ ألم أكن حذرتك هذا؟ أطلقكن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: لا أدري، ها هو ذا معتزل في المشروبات. فخرجت فجئت إلى المنبر فإذا حوله رهط يبكي بعضهم، فجلست معهم قليلا ثم غلبني ما أجد، فجئت المشروبة التي فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت لغلام له أسود: استأذن لعمر. فدخل الغلام فكلم النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع فقال: كلمت النبي صلى الله عليه وسلم وذكرتك له، فصمت فانصرفت حتى جلست مع الرهط الذين عند المنبر ثم غلبني ما أجد، فجئت فقلت للغلام: استأذن لعمر. فدخل ثم رجع فقال:
قد ذكرتك له فصمت فرجعت فجلست مع الرهط الذين عند المنبر ثم غلبني ما أجد فجئت الغلام فقلت استأذن فقلت استأذن فدخل ثم رجع إلي فقال قد ذكرت له فصمت فلما كم مرة؟ ثلاثة ثلاث مرة مرات أو أكثر الثالثة أو أربعة نعم فلما وليته قال فقد ذكرتك له فصامت فلما وليت منصرفا إذا الغلام يدعوني فقال قد أذن لك النبي صلى الله عليه وسلم فدخلت عليه فإذا هو مضطجع على رمال حصير ليس بينه وبينه فراش قد أثر الرمال بجنبه متكئا على وسادة من أدم حشوها ليف فسلمت عليه الحديث بطوله ففي هذا دلالة على لكن من لكل من ثلاث الصور لكل من نعم ثلاث الصور الباقية نعم ففي هذا دلالة لكل من ثلاث الصور الباقية أما الثانية فلأن عمر رضي الله عنه صلى صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يظن بعمر رضي الله عنه أنه ترك تسليم اللقاء على النبي صلى الله عليه وسلم لقوله صلى الله عليه وسلم إذا لقي أحدكم أخوه فليسلم عليه الحديث ثم فارقه عمر رضي الله عنه إلى أن جاء المشروبة التي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنه والاستئذان لا يكون إلا مع التسليم كما تقدم عند المؤلف من حديث رجل من بني عامر على أنه في قصة الاعتزال أيضا مصرح في رواية أبي داود أن عمر رضي الله عنه سلم على النبي صلى الله عليه وسلم تسليم الاستئذان ثم قال أيدخل عمر فهذا التسليم تسليم الاستئذان بعد تسليم اللقاء وقت صلاة الصبح وأما الثالثة فلأن عمر رضي الله عنه سلم على النبي صلى الله عليه وسلم تسليم الاستئذان فلم يؤذن له فرجع ثم جاء واستأذن فكيف يترك عمر التسليم فكيف يترك عمر تسليم الاستئذان ثانيا ما علمي بذلك وأما الرابعة فلأن عمر رضي الله عنه سلم عليه صلى الله عليه وسلم تسليم الاستئذان أولا كما تدل عليه رواية المؤلف فلم يؤذن له فرجع ثم جاء ثانيا واستأذن فكيف يترك عمر تسليم الاستئذان فإذا آذن له دخل عليه صلى الله عليه وسلم عليه وسلم عليه نعم فإذا آذن له دخل عليه صلى الله عليه وسلم وسلم عليه تسليم اللقاء ولا يخفى ما فيه من التكلف والتعسف وأحسن منه أن يقال إن عمر رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وفي مشروبة له فاستأذنه بواسطة غلام له أسود فقال في استئذانه السلام عليك يا رسول الله السلام عليكم أيدخل عمر وقد وقع الاستئذان من عمر في هذه الواقعة ثلاث مرار على ما أخرجه الشيخان وغيرهما من حديث طويل اختصر منه المؤلف هذا الحديث وقد دل هذا الحديث على طريق استئذان عمر وهو قوله السلام عليك يا رسول الله إلى آخره وهذا الطريق هو الذي علمه النبي علمه النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم قريبا في باب كيف الاستئذان من قوله السلام عليكم أدخل وقد ورد هذا الطريق في عدة أحاديث ذكرها الحافظ ابن كثير في تفسير قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم بل قد جاء الاكتفاء في الاستئذان على مجرد السلام أيضا كما تقدم في ثالث أبواب الاستئذان وبهذا يظهر المطالبة بين مطابقة بين ترجمة الباب وبين حديث عمر رضي الله عنه إذ قد وقع الاستئذان من عمر في هذه الواقعة ثلاث مرات وقد ثبت أن الاستئذان لا بد فيه من التسليم أو هو التسليم وأيما كان فقد سلم عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل لقاء بعد مفارقة ولو بواسطة وقد قرره النبي صلى الله عليه وسلم فقد ثبت أن الرجل إذا فارق الرجل ثم لقيه وهو ثم لقيه سلم وهو مقصود الترجمة والله أعلم طيب إذن المشربة يعني الحديث مختصر والمشربة فيه أنه سلم على اللقب وهذا يعني يظهر يعني مناسبة الترجمة طيب نقف على باب السلام على السبان وفق الله جميعا صلى الله عليه وسلم.